للجميع. نحن اليوم نتواجد في أكادير وفلا بمدينة أكادير للاحتفاء برأس السنة الأمازيغية الذي يصادف 13 يناير من كل سنة، وهو اليوم الذي يحتفي به الأمازيغ في كل شمال إفريقيا وفي أينما وجدوا في العالم بمناسبة يعني أو تخليدا لذكرى اعتلاء الملك الأمازيغي القديم شيشونغ لعرش الفراعنة في مصر منذ 950 قبل الميلاد. وهذا الحدث كان مميزا لدى الأمازيغ ما جعلهم يحتفون به كل سنة ويتخذونه كمرجع للتقويم لتاريخهم. فهذا اليوم يحتفل به الأمازيغ كما قلت في كل المناطق، كل حسب خصوصياته وكل حسب طريقته، مثلا بأن ارتداء ملابس جديدة أو بأنواع كثيرة من الأطعمة، مثلا في سوستة قلة ثم سبع خضاري في بعض المناطق الأخرى كالجنوب الشرقي وغيرها. إذن نتمنى لجميع الأمازيغ في كل بقاع العالم سنة سعيدة، وللشعب المغربي دربو أو العالم الأمازيغ الذي يرمز للهوية الأمازيغية فهو كما تلاحظون يحتوي على أربع ألوان. في الأعلى الأزرق الذي يرمز للساحل وكذلك السكان السواحل، ثم في الوسط أو يتوسط الأخضر الذي يرمز لسكان للجبال والسهول وسكان الجبال. السلام عليكم أزول فلاتون غصد إيقا يوس لسيد احتفال كل ما إيقا نمازيغ سواء نغسان تمازير نغورة برا تيقاند إيضي ناير السنة الأمازيغية اللي تمنى تفلاتون يسكش مربيس لهنا دوافو الكيد كل ما ترجم اختذرت النون غصدي قال احتفال احتفل البلدية أكادير غيت أكادير وفلا سلا مناسبة ياد اللي درنا غيقان مهمة نشكا داك يسن حاضر لان توكت الفنانة اي مازيغني لان غي ذلك نزرى الاحتفالات كيقات تيسقيوين جهات سوس ماسا ورا المغرب كله غي كان فاونتيني يعني السنة الأمازيغية سنة مهمة دارنا غنكوني اليوم كانت تواجدوا بالموقع الأثري قصبة أكادير وفلا والمناسبة الاحتفال برأس السنة الأمازيغية 1973. وبهذه المناسبة كنبغي نقول جميع المغاربة والناس والعالم أجمعين أسبكاس أمباركي. هذه المناسبة السعيدة اللي كنحتفلوا بها ككل سنة اللي كتعبر على الافتخار والاعتزاز بالثقافة الأمازيغية ديالنا المغربية، وإن شاء الله كنتمنى أنه كل عام والعالم بخير والأمازيغ بخير. إذن كنحضروا اليوم في إطار فعاليات الاحتفال بالسنة الأمازيغية اللي كتنظمها جماعة أكادير، طبعا هاد السهرة الافتتاحية هنا بالمعلمة التاريخية اللي كتستغرب بها مدينة أكادير وسوس عامة أكادير وفلا. فمطبيعة الحال يعني هناك واحد المجموعة ديال الفقرات الفنية اللي يعني تعطي واحد الجمالية لهذه الأمسية هذه الاحتفال بالسنة الأمازيغية اللي كنتمناو أنها تدخل على الساكنات المغربية مازيغ وعرب بالصحة والعافية والأمن والطمأنينة إن شاء الله. وبطبيعة الحال هاد السهرة هادي كيحضروا فيها كذلك الزوار من مختلف المدن المغربية وكذلك الزوار الأوروبيين وخارج المغرب طبعا اللي جاوا لزيارة لمدينة أكادير.